فنقول لا يوجد فائدة، لا يوجد حل. الإنسان العاقل الآن يحافظ على ما تبقى، أما ما ذهب فاقرأوا عليه السلام، اقرأوا عليه السلام. يعني هذا الأعداد الخفيرة من الجيش ذابت بهذه السويعات، ماذا يفعل غيرهم؟ مليارات المليارات صرفت عليهم، مليارات المليارات. الآن من هرب ومن غدر، من هرب من القادة، اسألوا عنهم ماذا اشتروا، ماذا تملكوا في دول الغرب ودول الشرق، ماذا عندهم في الخارج، كم من الأموال التي ذهبت إلى الخارج. يأتي هنا نسمع بعض الأشخاص نراهم عبارة عن يقولون نقيب أو رائد، هو أصلا هل هو نقيب أو رائد لا نعرف، لكن هو دخل بعنوان محل عسكري أو كذا، عنوان نقيب فلان أو رائد فلان، فجأة صار في الدولة احتاجوا إليه، تعال حتى يكون لهم بوقا، صار فريق أول. هو أصلا هو نقيب أو هو رائد حتى يصير فريق أول أو يكون ركنا؟ فكيف يعني تريد من هؤلاء أن يحققوا لك، وكيف تريد من الجنود أن يلتزموا ويبقوا في ذلك المكان إذا كان القادة بهذا المستوى من الانهزامية؟ فعلينا أن نتعظ من كان الأقرب والأقرب والذي تثق به بهذا المستوى من الخيانة. فبعد هذا هل يوجد عاقل يثق بالآخرين؟ إذن لنسلم على أنفسنا، لنسلم على عوائلنا، لنسلم على أموالنا، لنسلم على عشائرنا، ولينتهي الأمر لنسلم بما حصل ونساعد الآخرين في إيجاد الحل، نكون معهم في إيجاد الحل وينتهي الأمر. هل خلقنا أن نكون في البرلمان أو كأعضاء في البرلمان؟ هل خلقنا أن نكون في الوزارة كوزراء؟ هل خلقنا أن نكون على رئاسة الوزراء أو على رئاسة الجمهورية أو رئاسة البرلمان حتى نقاتل ونموت ونقتل الآخرين من أجلها؟ نرجع كما كنا، نرجع في مرضات الله، نرجع إلى عيشة الفقراء والبسطاء مثل حالنا، ونكون أقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لا ننظر إلى الدنيا وزخرف الدنيا. هذه هي نصيحتنا للآخرين الذي يعني يخص الجانب الدولة والمسؤولين ومن يعني يسير معهم، ونحن أيضا إن شاء الله مع الجميع. وأما الجانب الآخر أيضا يعني كما نصحنا هنا أيضا ننصح الآخرين، مرت مظلومية سجلت عليكم سابقا وتحملتم مسؤولية المظلومية التي صدرت من النظام والأنظمة السابقة، الآن وقعت عليكم مظلومية، فلا يعقل أن يعني تكرر نفس الأخطاء ويستعمل نفس الأسلوب ويظلم الآخرون. على يعني من يعمل الآن أن يوفر، ينظر إلى الناس، إلى المجتمع، إلى البلد، وفر الحد الأدنى، جانب الخدمي، جانب يعني المأكل، جانب الملبس، جانب الأمان، الجانب العلمي، الجانب الطبي، ينظر إلى هذه الأمور، لا ينظر إلى كيف يكدس الأموال وكيف يسرق.